انا برضو محتاج ان احنا نتكلم في حتة ازاي افرق اصلا اللي عندي ده ادكشن ولا لأ، وازاي اتخلص منه، فاهمني؟ بص، هو انت بتسأل أسئلة وجودية جدا جدا يعني، بس هحاول ان انا اقول لك اللي عندي. بص يا سيدي، حتة اللي عندي ده ادكشن ولا لأ، هي الكلمة السحرية الحتة القهرية او بتتسمى كومبالشن، ان انت مش عارف توقف، انت فعليا مش عارف توقف اوكي يعني خلاص. دي فكرة الحتة اللي انت قلتها، الموضوع خرج عن سيطرتك، خرج عن سيطرتك بقى اساسيات، اساس من اساسيات الحياة. انت بالنسبة لك خلاص موضوع البوينت ده في دمك، مش علشان السكس، مش علشان الشهوة، اوكي علشان المخدر. ما هو الفكرة كلها ان دوبامين بالظبط دوبامين، سيروتونين، كل الكيميكلز اللطيفة اللي لما بتفرز في المخ بتدي ايفكت لطيف جدا على البني ادم. فانت هنا الناس بس لازم تفهم ان احنا بندمن الاثر، ما بندمنش الحقيقة. يعني انا مش مدمن بوين، انا مدمن اثر البوين عليا، انا مش مدمن حبة بودرة بيضاء، انا مدمن اثرها عليا، اوكي انا مدمن اللي بتحسسهولي، اللي بتحسسهولي طالما انا مدمنه يبقى انا مفتقده. اوكي ما انت النهارده لما تكون انت مش قادر، مثلا لما تكون كل لما يبقى عندك احساس بالفشل او احساس بعدم الكفاءه او احساس ان انت مش محبوب بما فيه الكفايه، طالما انت متعود ان دي الطريقه الوحيده اللي انت اتعلمتها تملى بيها الكوبايه الفاضيه، اذا انت ما اتعلمتش غير كده. اوكي فهو الموضوع برضو لما بيجي نتكلم على حتة التعافي أو العلاج، هي ما هي إلا بيسموها ريبيرنتينج، يعني المعالج بيعيد هندسة تربيتك، لأن هو بيمسك منظومة المعتقدات الأساسية اللي اتكونت عندك، اللي الأهل كونوها، صورتك عن نفسك، عن العلاقات، صورتك عن العالم، كل الكلام ده، ويقول لك بص معلش هو للأسف ده بويز اكسبايرد، مش هيعيشك حياة حلوة، تعالى نحاول نرميه ونحط بداله 1 2 3 4. فنرجع عشان بس ما توهش حته ان انت ادكتد ولا لا، الموضوع قهري مش عارف تبطله وما بتستعبطش يعني، مش يعني انت بالظبط. فعلا ما هي حياتك بالظبط بايظة. بالظبط، لان انت برضه قلت نقطه حلوه، في فرق ما بين الواحد يكون برضه بيستهبل شويه، زي ما بيقولوا ساعات يوزر، يعني بيهلس، راجل بيهلس، بيروح وبيجي، فاهم، بيحب يحط ايده في النار ويطلع يجري، ده واحد. والتاني لا، حد فعلا الموضوع بالنسبة له بيجري في دمه. وغالبا بنسبة 90% الناس اللي الموضوع بالنسبة لها بيكون حاجة يعني لا يمكن الاستغناء عنها، بيكون ابتدى معاهم بدري شوية، اوكي لأن أنت عندك يعني من أحد الخصائص الأساسية لفترة الطفولة مرونة المخ. المخ عامل زي قطعة الصلصال اللي لسه ما خدتش شكل ناشف، فأنت لسه عندك القدرة إن أنت تشكلها بأي شكل. اوكي بتوصل ل 16 سنة 17 سنة كل حاجة بتكون ثبتت. هنا بقى علشان كده دايما حتة اللي بيسموها الري وايرنج، او ان انت اللي مخك متعود عليه تشيله وتعمل هابتس جديدة. هابتس جديدة صعبة، لان انت بتكسر في قالب جامد وبتبني حاجة تانية. فطبعا طبعا طبعا ان حد يتعلم حاجة وهو صغير اسهل مليون مرة من ان هو يجي على 16 سنة 20 سنة يكنسلها ويحارب فيها ويبتدي يبني حاجة بديلة يكون هي يعني سلوكياته في الحياة بدل اللي هو متعود عليه. يبطلها ازاي؟ بص، خلينا متفقين ان دايما لما حد بيجي مثلا بيبتدي علاج نفسي بيبقى فيه حاجتين، في حاجة اسمها جلسات فردية وفي حاجة اسمها جروب ثيرابي. تمام. جروب ثيرابي دايما اللي هي اسمها مجموعات الدعم. مجموعات الدعم ما بيكونش هدفها شوية مختلف عن ان انت تبقى قاعد مع معالج في أوضة منك له، قاعد مع معالج في اوضه منك له، هو بيشخصك، بيفهمك، بيحل في مشاكلك انت، بيعمل بروجرس معاك على مشاكلك انت. الجروب ثيرابي زي الزمالات، لان الزمالات عباره عن مجموعه ناس قاعدين في اوضه بيساعدوا بعض، كل واحد بيشارك باللي عنده، الناس بتحس بامان ان هي جزء من مجموعه، كلنا متشابهين مع بعض، فده بيديك حبه موتيف انك تكمل. الجروب ثيرابي بيدعم بس مش شرط يصلح اللي جوه، هو عامل زي حبات البنادول. يعني انت ممكن تيجي مثلا لو انت شغال وبقالك فترة مبطل سلوك معين، فبالنسبة لي مجموعات الدعم عاملة زي اللي هو اعتقد اسمه CPR، اللي هو بينعشك، الدنيا بتقع، الاستريسز بتزيد، افكار الانتكاس بتعلى، فيبتدي يحسسك تاني، يفكرك بالناس، يفكرك ان انت في رحلة، ان في ناس معاك، يقول لك حبة كلام يفكرك بالقديم. بس ده ما يغنيش عن الفني اللي بيفك ويركب ويشيل الحتة البايظة ويقول دي ما تنفعش يا باشا ومحتاجين قطعة تتغير، انزل اجيبها لك. ده المعالج. حلو. فمفيش طريقة ايديال،
دي رحلة شخصية، لأن كل واحد أدمن لأسباب مختلفة تماما. بس يمكن اللي أنا ممكن أقول عليه إن هو حتمي من وجهة نظري الشخصية، يعني إن أنت محتاج مساعدة. تمام، مش هتعرف تلعبها لوحدك، أكبر منك بكتير.